لا ما عندهاش. عندها السكر؟ اه لا. كش ما كلات حاجه ما والمتهاش ولا؟ لا. بالك تعشيت حاجه ثقيله ولا؟ لا لا لا. وين راهي هي درك؟ هي في الدار. ولا ما جبتهاش معاك؟ اي ما حبيتش نقلقها، هي كانت راقده، قلت نخليها ترقد. شكون هذه؟ مرتي سامح. ايوا هنعمل. انت ما بغيتش تقلق مرتك، ما بغيتش تنوضها، وجاي تنوضني انا نص ليل. علاه ما تخافش ربي؟ علاه؟ علاه ما تخافوش ربي؟ علاه؟ ما خفتنيش، ما خفتنيش كش ما ندير لك؟ اه خافوا ربي، خافوا ربي. في النهار نداويكم، في الليل لازمني نرقد. خليوني نرقد على وجه ربي، خليوني نرقد. الحاكم بالعقيله ما ديرش الحس، هي راكده تعود تنوض. شكون سامح؟ ربي يسامحك يا سامح. شكون؟ ما لا نقولها لك اديك اخويا. اي معزتك عندي ما تصورهاش قدامها. الله يعيشك يا عزوز يا خويا. عم بالك؟ ايه حتى انا بالنسبه لي راك حتى هو الضو نتاع الفاطمه. كي قلت لي الضو نتاع الفاطمه دوك نقول لك. ايه هي. نقولها لك دوك انا. ايه. شوف اخويا، انت لو كان ترحل من هذه الدار هذه، ايه، راني انا وراك مباشره نخرج، والله ما قعدت فيها قاعده. عندك الحق سي عزوز. عم بالك يا حسره على الجوره تاع بكري. واش احنا نهضر على الجوره؟ بابا الله يرحمه كان يقول لي الجار قبل الدار. الله يرحمه، الله يرحمه سي عزوز. هيا نروح نسلك القهوه بربي ان شاء الله. فيها قهوه؟ نسلكها من عندك. من عندي. روحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا عزوز خلعتني عن بالك مني خرجت صح. بابا الديكا هنا ما يهمش من خرجت، اللي يهم وين نصرفوها. سيدي عزوز انت جاري العزيز، ريحنا ترونكيل، ما تكسرش راسك خلاص. انا نروح نصرفها. لا 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 لا, لا ما بقات فيها لا جاري العزيز لا والو، الجوره هنا تحبس. انا اللي نصرفها. يا خويا عزوز انت راك كبير عليا في العمر واحترام ليك، أنا نروح نصرفها. يا خويا الديكا الكبير ربي. أنا اللي نصرفها. نروح نصرفوها كيف كيف. هاي الهضرة دروك نقدروا نوليو للجورة. هاي يا سيدي. شكون؟ بون نبداو بالتاريخ. عمي العيد. أنا وليدي أنا. السؤال الأول. هاي. يقول شكون اللي فتح الأندلس؟ شكون اللي فتح الأندلس؟ خيار أندلس صادر على الأندلس هذيك تاعنا هذيك الأندلس. هي. واش نقول لك وليدي؟ الأندلس هذي حضارة كبيرة، جدود جدود جدودنا كانوا عايشين فيها تما. اي وزيد خدي ويخلي تسني ربي. يا زمان الوصل بالأندلس، يا زمان الوصل بالأندلس. ستوب ما قلت لكش غني لي الغناية تاع الأندلس. ها خي السؤال كان واضح. هي على بالي. السؤال كان يقول شكون اللي فتح الأندلس؟ واضح يا خي. واضح والله يا يعني صراحة يعني كانت على راس لساني. وش ياك تعرف بنادم مع الكبر وكذا. معليش بون سي بون. عمي دحمان. أنا ما مراد. جغرافيا تعرف لها؟ جغرافيا ياك جيت في الدومين تاعي جغرافيا. يا حسراني ندور الدنيا بكل انا واش بيك يا حسره. سي بون مليح. السؤال يقول نعم
ما هي عاصمة الهندوراس؟ يحكي على الهندوراس الشيخ يا حسرة على الهندوراس. انت تهضر على عاصمة الهندوراس ماكش تحكي على الولايات اللي في الهندوراس. لا لا مانيش لا لا ما تحكيش على الولايات باسكو اللي حكينا على الولايات حاجة واحدة أخرى. احنا نحكيو على العاصمة. العاصمة تشوف العاصمة تاع الهندوراس يا حسرة. رحت لها بالطيارة دخلت في الهندوراس وشت الهندوراس العاصمة تاع الهندوراس. ما رحتش الولايات مش تاجر كون نحكيو على الولايات حاجه واحده اخرى. على الولايات يعني خو عاصمه الهندوراس حكيت على العاصمه. هي العاصمه اي عاصمه الهندوراس مليحه عاصمه الهندوراس. ستوب 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 ملكم حاجه. اصبر اصبر عندي سؤال واحد اخر. هاي شكون اللي ولد الاول الجاج ولا العظمه؟ لا يظهر لي العظمة الأولى اللي جات. حبس سي با سيريو. الدجاجة هي ولدت العظمة هي باينة باللي الدجاجة هي الأولى. لا حبس هاني حبس العظمة العظمة وجهي الدجاجة إخلاص سما العظمة اللي ولدت الدجاجة والعظمة اللي جبتها أنت. أولدي الدجاجة قلت لك أنا سامحني الدجاجة جابت العظمة ولا العظمة؟ يا قلت لك الدجاجة. لا توا ربي وراح تفضل هذا يلا قاعدين نهضروا ونقولوا في بعضنا انا وياك. الله 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 قمر سليم. هاي انا بخير.